السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرى. اليوم فيديو جديد وتوقعات يوم السبت 1 أبريل 1/4/2023. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. اليوم في عنا مباريات يعني من أغلب البطولات الأوروبية والعربية، راح نحاول نختار أفضل نصائح وتوقعات لهذه البطولات. ما راح نكثر، يعني ما يغريك العدد الكبير لهذه المباريات، اكتفي بالربح ولا يعني تكثر من هذه المباريات. نيجي للدوري الكويتي اللي هو مباريات البطولة أو تحديد بطل الدوري. في عنا الكويت والسلمية، ومباراة أيضا راح نحاول نعطي أفضل نصيحة على هذه المباراة. يعني الدوري الكويتي بشكل عام يعني تسجيل الأهداف فيه كثير، وأفضل نصيحة مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة، وأيضا مباراة كازما في حيحل أيضا مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نيجي للدوري الألماني، نحاول نختار مباراة من كل بطولة. في عنا في الدوري الألماني عدة مباريات. نيجي لأول مباراة، فرايبورج وهرتا برلين. يعني الدوري الألماني يعني باقي له حوالي 9 جولات، هرتا برلين يحاول أن يتفادى الهبوط، وفرايبورج يحاول أنه يعني يفوز بمركز يعني مؤهل لبطولة أوروبية، ويعني مركز دور الأبطال قريب أنه ياخذ هذا المركز اول 4. يعني المواجهات بين الفريقين شهدت اهداف، وفريق هرتا برلين ايضا معني انه يعني تسجيل الاهداف، مجموع اكثر من 2.5 لهذه المباراة. ايضا في عنا في الدوري الانجليزي في عنا مباراة قوية، ده مباراة القوية يعني حسب، لكن السيتي وليفربول أغلب مبارياتهم فيها أهداف زي ما احنا شايفين. ترتيبهم السيتي حيحاول أن يفوز عشان يقرب من البطولة اللي هو من المركز الأول، وليفربول برضو بده يفوز حتى يعني على الأقل يحظى ببطولة أوروبية. فالمباراة يعني حيكون حاضرة بالأهداف، مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. أيضا في عنا أرسنال وليدز يونايتد،
أرسنال فريق قوي هذا الموسم ويسعى إلى الفوز في البطولة. ليدز يونايتد يعني فريق قريب من مراكز الهبوط، والآن إحنا يعني فترة في الموسم الفرق بتحاول إنها القريب من الهبوط يحاول إنه يتفادى الهبوط ويجمع أكبر قدر من النقاط، وأي فريق يحاول إنه يقترب القريب من يعني المراكز الأوروبية يحاول إنه يقترب من هذه المراكز. مباراة حتكون قوية بين الفريقين، أيضا مجموع أكثر من ثلاثة لهذه المباراة. أيضا في عنا في الدوري الفرنسي نحاول نختار مباراة من هذين المباراتين ونحاول الاكتفاء. في عنا لونز ورينز. لونز ورينز يعني فريقين أيضا أقوياء في هذه البطولة، لينز المركز الثالث ورينز في المركز الخامس. الفريقين يحاولوا أنهم يعني يحصلوا على مركز مؤهل لبطولة أوروبية. أي مباراة بكون فيها يعني منافسة على عدم الهبوط أو مركز أو بطولة فيعني بكون فيها ندية وأهداف، ما بكون فيها يعني طابع الدفاعي بالغالب. كلا الفريقين سيسجل في هذه المباراة. نحاول نشوف بطولة أخرى بما أنه في مباريات كتير. في عندنا كازاخستان أيضا يعني هذه البطولة بكون فيها أهداف في الغالب. أنا ما بحب ألعب فوز أو تعادل أو إشي لأنه ما بتضمن مين، يعني أحيانا فريق ضعيف هو اللي بفوز فأنت ما بتقدر تحدد يعني بالضبط مين حيفوز. في عنا هذه المباراة مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نأخذ كمان بطولة أخرى على سبيل المثال، في عنا الدوري الهولندي أيضا في بعض المباريات بكون فيها أهداف. نيجي نختار من هذه المباريات. هذه مباراة مهمة لهذين الفريقين، كامبر وإمين في الدوري الهولندي لتفادي الهبوط. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة وممكن كلا الفريقين سيسجل، لكن أنا هلعبها مجموع أكثر من 2.5. بهذا القدر يعني نكتفي. إذا حابب تنضم إلى قناة التليجرام بنشر عليها توقعات بشكل يومي. حافظ على إدارة رأس المال، يعني بأسوأ حاول أنت بأسوأ الأحوال أنك لا تخرج خاسر في أي يوم من الأيام. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.